أبو زياد يقول فضيلة الشيخ، يقول أنا مدرس وكنت متهاون الحقيقة في عملي، والآن تبت إلى الله حيث أنني كنت مقصر وآخذ راتبي كاملا، ماذا يلزمني الآن؟ التوبة لا بد منها، والتهاون في العمل هذا غش، فعليك التوبة إلى الله. وإذا أخرجت قدر ما تظن أو يغلب على ظنك أنك لا تستحقه وتصدقت به خلصت منه، فهذا لا شك أنه أحسن. نعم.